كاللؤلؤ والمرجان حديثه براق، رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. المرجان حديثه براق، رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. علمنا الأدب للخير والجهلا، وحديثه حكم ونصح للقلب دواء. المرجان حديثه براق، رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. بالصدق أوصانا وبحفظ الأمانة، والعمل عبادة لله وبالله رجاء. كاللؤلؤ والمرجان حديثه براق، رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. حبيبتي كفاك بكاء، هيا. لم تسكني. ما بك يا حبيبتي؟ لا شيء يا أمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. الصدق طمأنينة؟ في الحقيقة يا أمي، أوقات المكعبات من دون أن أقصد، وهي لا تريد أن تشكوني. أنا آسف يا آمنة. أحسنت لأنك قلت الصدق، فبهذا تكسب ثقتي يا حمزة. سأساعدك في تركيب بيت جديد، هيا. كاللؤلؤ والمرجان حديثه براق، رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. المرجان حديثه براق، رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. علمنا الأدب للخير والجهلا، وحديثه حكم ونصح للقلب دواء. المرجان حديثه براق، رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. بالصدق أوصانا وبحفظ الأمانة، والعمل عبادة لله وبالله رجاء. المرجان حديثه براق، رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق.